هل هو قندس بلا ذيل أم خنزير بلا أنف يكسو شعر جسده؟ إنه الكابيبرا أو خنزير الماء، ينتشر في أمريكا الوسطى والجنوبية ويصل طوله إلى نحو 1.3 متر ويتجاوز وزنه 50 كيلو جراما، إذ لذا يستحق لقب أكبر القوارض عن جدارته. يجوب المستنقعات والمناطق العشبية المتخامة للأنهار ليحافظ على برودة جسمه خلال الأيام الحارة، ويفضل تناول وجباته من الطعام خلال أوقات الفجر أو الغصب حين يطارده حيوان مفترس. فإن بإمكان الكابيبرا أن يبقى ساكنا تحت الماء لمدة تصل إلى 5 دقائق. يتغذى على كمية كبيرة من النباتات المائية والأعشاب يوميا، وتتأكل أسنانه نتيجة الطحن المستمر لهذه الأعشاب، لكن أسنانه لحسن الحظ تواصل النمو طوال حياته. يلجأ الكابيبرا إلى حيلة غريبة لهضم الطعام في ساعات الصباح الأولى، وهي تناول فضلاته، كونها غنية بالبكتيريا التي تساعده على هضم الألياف التي تحتويها وجباته التقليدية من النباتات.